يجب أن يحتوي المطبخ على الأدوات والمعدات التي تلزم للطبخ، ومنها ما يأتي. أدوات الطبخ: يجب أن يكون لدى الطباخ بعض الأدوات الأساسية لتعلم الطبخ، مثل ملاعق التحريك والملاعق المعجنية وملاعق الكشط والملاعق الخشبية. أواني الطبخ: يوجد أواني أساسية تستخدم في الطهي، مثل المقلاة والقدور وصواني الشواء. أدوات القياس: تعد أدوات القياس في المطبخ ضرورية للغاية، مثل أكواب القياس ومجموعة كاملة من ملاعق القياس وآنية زجاجية للقياس.